عندنا الراجل تاع تيغنيت في عمره 200 ألف سنة، عندنا 3 علماء يشهد لهم التاريخ، أبيلاس اللي كتب لاندور الحمار الذهبي، وماكسيم لو جراميريان هو اللي دخل قوانين جديدة في اللغة اللاتينية، وعندنا سانت أوغستان هو الأب الروحي تاع اللائكية، هو قال للقيصر تاع روم، قال له ما تديش الشعر بالعاطفة تاع الدين، خلي الدين في عبادة الإله وانت دير حاجة أخرى. اللي أستاذ بن أسس شريف، اللائكية معناتها لا أستاذ بن شريف لاستعمال باش الدين نربحوا في الوقت، السلطة هو سانت أوغستان. يا أستاذ بن شريف باش أبا في نربحوا الوقت، سوق السيد الجامعة راهو طرح تاع لك المدورس سؤال حول والدكتورات، مؤلفاتك، السيد أنا راهو كتبت طرح له لك سؤال كابيتاليزم أوريزونتال باش نمروا وكتبت، للإخوة آخرين. نعم ودرك أنا طرحت أسئلة كبيرة على بن طبال الله يرحمه اللي كان في الثورة، وعلى محمود الشريف الزبيري مازال بالحياة، على علي كافي، على آيت حمد هادو رفقائي، على بن بلة، على محساس، كل واحد حكى لي حكاية على الجزائر. بعد أنا ما حبيتش نكتب ما نديرش فتنة في العالم كامل، عندما نشوفه باللي ربما رايحة تكون فتنة الإنسان ما يديرهاش. وأنا حبيت تخلي نعطيكم التاريخ نقطة، هذه، تخلي التاريخ هذه، كاينه امور للتاريخ. لا أو كاين التاريخ وكاين أمن الدولة أو كاين شيء كنا نهضروا عليه نصادعوا الدولة موجودة في العالم كامل. أنا رايح نقول لكم حاجة ما موالفش نهضرها. أنا نهار درنا التعددية الحزب تاع البي ان اس دي هو اللي تاجريا نيميرو 4، الحزب الأول هو البي اس دي اللي يترشحوا الله يرحمه عجرين، والثاني هو الباكس اللي كان يترشحوا الساد قزرس، والثالث ليرسيدي اللي يترشحوا سعيد السعدي، والرابع البي ان اس دي اللي نتريسو انا، والخامس هو الفيس اللي نتريسو عباس المدني. نعم الحسن الثاني جاء الله يرحمه هنا للجزائر كي دينا حنا لاكريمون، وانا عيطوا لي من لا بريزيدونس العربي بالخير، قال لي الحسن الثاني او رايح حاب يتلاقى كل نهار مع حزب معتمد، وانت سي بن شريف نهار الاثنين تلاقى معه. قلت له العربي بالخير ما ديره، انا ما تلاقاش مع الحسن الثاني. لماذا؟ لان بالمواقف تاعو ضر الجزائر عده مرات. ضروا في 56 نهار الجماعه رايحين يديروا لو كونغري نور افريكا اللي هما بن بلة، ايت حمد، بودياف، خيدر، ومعامل الشرف الله يرحمه. وضر الجزائر في 62 كي درنا الاستفتاء باعتباريال دو جول، قالوا تيندوف وبشار راه ما يفوتوش تاع المروك. الحمد لله دو جول وانا نرحم عليه الله يرحمه قال له تاع الجزائر لو كان جاو تاعك على ما حاربتش عليهم، حنا متفقين دوليا باللي لي فرونتيير سون اريتي دي كولونياليزم. وزاد في 63 صدم علينا وحنا ما زلنا دولة فاتئة من عام استقلال، وزاد أستاذ بن شريف باش في نمر استقلت للإخوة الصحراء الآخرين. الغربية، لا أستاذ بن والصحراء شريف، الغربية هي دولة منذ قرون وقرون راح استولى عليها. هذا الشيء اللي خلاني أنا رفضت بأن تلاقى مع الحسن الثاني وما تلاقيتش معه، وقلت هذوك بالك ما كانش نقولها بس كانت مناسبة كما هذه، وعادوا المروك يديروا في مشاكل الجزائر هاو الموقف تاعنا، ما حبيتش نتلاقى مع الحسن الثاني.
ما نحكي مشكل، اسمح لنا نتكلم بكل حرية، فقط هو أنه باش نمر للإخوة الآخرين كي يسألك واحد هكذا تجاوب في الإطار. هو راه طرح لك سؤال حول مؤلفاتك، بقى لي في الموضوع.